بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير بعنوان Hardware Control vs Microprogram Control. الاسم هدى حاتم، المادة معمارية الحاسوب بإشراف الأستاذ أحمد ستار الحسيني. السيطرة على الأسلاك الصلبة مقابل تحكم مبرمج. لا يوجد فرق جوهري بينهما. عندنا هنا أول شيء التحكم في الأسلاك الصلبة، هو آلية تحكم تولد إشارات تحكم باستخدام آلة الحالة المحدودة FSM، بينما التحكم في البرمجة الدقيقة هو آلية تحكم تولد إشارات تحكم عن طريق قراءة الذاكرة تسمى تخزين التحكم CS، التي تحتوي على إشارات تحكم. على الرغم من أن التحكم المبرمج الدقيق يبدو مفيدا لتنفيذ آلات CLSC، نظرا لأن CLSC يتطلب تطويرا منهجيا لإشارات التحكم المعقدة، فلا يوجد فرق جوهري بين هذين النوعين من التحكم. ويمكن أيضا اعتبار زوج سجل تعليمة دقيقة وسجل عنوان تخزين التحكم بمثابة سجل حالة. للتحكم في الأسلاك الصلبة، نلاحظ أنه يمكن اعتبار مخزن التحكم بمثابة دائرة منطقية توافقية، ويمكننا أيضا تعيين أي قيم 0-1 لكل مخرجات مقابلة لكل عنوان، والتي يمكن اعتبارها مدخلات لدائرة منطقية توافقية. وعندنا هنا هذا جدول الحقيقة. يمكن أيضا تنفيذ CLSC باستخدام التحكم الثابت، بالمعنى الوارد أعلاه لا يكون التحكم المبرمج بالدقائق ضروريا دائما لتنفيذ آلات CLSC. يمكن أيضا استخدام التحكم في الأسلاك الصلبة لتنفيذ آلات CLSC المتطورة، وأسس هذا الرأي كما يلي. عندنا 3 نقاط. أولا، يمكن استخدام نفس تكوين الحقل، أي تخصيص الحالة لكلا نوعين التحكم هذين، هذا واضح بسبب التعريف أعلاه. ثانيا، يمكننا استخدام أي ولايات مايكرونيزيا الموحدة كبيرة لها رمز صغير أفقي مثل تخصيص الحالة، لأن التأخير في ولايات مايكرونيزيا الموحدة لا يهم على الإطلاق طالما أنه أقل من أو يساوي التأخر لمسار البيانات الذي يشمل الإضافات والمبدلات وهكذا، لأن ولايات مايكرونيزيا الموحدة تعمل بالتوازي مع مسار البيانات. ثالثا، أصبح من السهل جدا تنفيذ الرمز الصغير الأفقي مثل تخصيص الحالة بسبب انتشار لغة وصف الأجهزة HDL في Verilog HDL. تمكننا عبارة Divine H من الحصول على قائمة نت مثالية لأي FSMS كبيرة في وقت قصير جدا باستخدام أجهزة توليف منطقية مناسبة. ويمكن أيضا استخدام عبارة معلمة لتعيين الحالة في HDL Verilog HDL. نوعان رئيسيان مختلفان من الآلات RLSCS و CLSCS العادية، نظرا لأن التحكم في الأسلاك الصلبة كان SISD أسرع تاريخيا. يتم تنفيذ كلا النوعين من الآلات باستخدام التحكم في الأسلاك الصلبة في البيئة التعليمية لتصميم الحواسيب الصغيرة الخاصة بنا. في عام 1996 كانت تلك هي السنة الأولى من سيتي، تم إعطاء مثال لوصف يسمى CLSC-1 مع FSM استخدام رمزا صغيرا أفقيا مثل مهمة الدولة لجميع الطلاب المبتدئين في قسم هندسة الكمبيوتر كلية علوم المعلومات جامعة مدينة هيروشيما. قررنا أن نطلق على الأنظمة الرقمية التي تحتوي على FSM والتي تولد الرمز الصغير الأفقي آلة الكود الصغير HM. هنا نعتبر التحكم المبرمج الدقيق من النوع الأفقي فقط، ويحتوي النوع الرئيسي على تنسيقات أقصر مثل عنصر تحكم مبرمج، والذي يجب فك تشفيره وتفسيره باستخدام أكثر من دورة ساعة واحدة.